معانا عبر الهاتف الاستاذ الدكتور مجدي انور استشاري الصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك، ازي حضرتك؟ الله يخليك منورنا. ربنا يخليك يا فندم، شكرا. هو القلق معدي ولا ايه ظروفه؟ القلق اكيد بيكون بيأثر في البيئه المحيطه طبعا بالشخص القلقان، بيقلق الناس حواليه. ايوه. وبيسبب لهم توتر. تمام. هو في قلق، في قلق ايجابي وقلق سلبي يا دكتور؟ يعني هل في قلق نقول ان ده طبيعي وعادي وايه المشكله، وفي قلق سلبي ممكن يضر صاحبه ويضر الناس اللي حواليه؟ هو القلق يعني عايز اقول ان في منها ايجابي اللي بيكون بيخلي الشخص في حاله يقظه وفي حاله حذر. ده القلق الايجابي. القلق الايجابي يخلي الانسان عنده استعداد ان هو يكون بيتعامل مع المواقف، وبيكون بيجهز نفسه او بيرتب نفسه للامور اللي جايه. زي مثلا لو اتكلمت عن قلق الامتحان، بيخلي الطالب يكون بيذاكر اكثر وبيحاول يعمل اللي عليه، بيحل امتحانات بحيث انه يبقى مستعد للمواجهه. وممكن يخلي طالب ما يعرفش يجاوب خالص من الكتر القلق والخوف، يعني ينسى كل المعلومات وينسى كل حاجه من كتر ما هو خايف. بقول لحضرتك ان القلق لما بيبقى سلبي، يعني واحنا بنقول على الامتحانات، ممكن يخلي طالب ما يعرفش يجاوب حاجه خالص، ينسى كل الاجابات وكل. طبعا القلق لما بيكون سلبي بيخلي الشخص مش مركز، وممكن ينسى المعلومه، ممكن يطول يلاقي نفسه. طب دكتور، يا دكتور انا عايز اعرف من حضرتك، هو ايه الفرق بين القلق والخوف؟ القلق مرحلة من مراحل الخوف. يعني الشخص الخايف بداية هو الآن فوصل لمرحلة الخوف. طب في ناس لما بتقلق أو بتخاف بتحكي، يعني تحكي وتتكلم وكده، وفي ناس بينزل عليها بسكوت، يعني بتسكت ما بتتكلمش وبتشيل جواها. يعني المفروض احنا لما يكون عندنا قلق من حاجة أو خوف من حاجة، إيه اللي المفروض نعمله عشان يعني ما يجيلناش مشاكل نفسية؟ محتاج الشخص اللي عنده قلق يعني يعرف اول حاجه مصدر القلق ايه. وتاني حاجه محتاج انه يبتدي يشوف ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتبعده عن القلق. يحتاج دعم نفسي طبعا، يحتاج يكون بيقوم مهام تقدر تساعده للتخلص من القلق. زي لو اتكلمت عن قلق الامتحانات، لو هو بيذاكر كويس هيبقى يعني مرحلة أفضل، لو حال الامتحانات هيبقى في مرحلة أفضل. محتاج دعم نفسي كمان من البيئة المحيطة عشان يشعر بالأمان. يعني القلق دكتور لما بيبقى واصل لمرحلة صعبة، اللي هي مثلا شخص مش قادر يسيطر على قلقه، بيتلعثم في الكلام طول الوقت، عرقان وخايف متوتر بينقل مخاوف، هل ده محتاج نقدر نقوله لازم تروح لطبيب نفسي أو حد يساعدك؟ لازم محتاج لاخصائي نفسي طبعا، اخصائي تعديل سلوكي يقدر يكون بيساعده انه يفكر بطريقه مختلفه. ودي نقطه مهمه، حته الدعم النفسي للشخص اللي عنده قلق ده امر مهم قوي. تمام. فيقدر يساعده انه يفكر بطريقه مختلفه ويجيب له حلول للقلق اللي عنده. تمام. نشكرك جدا يا دكتور مجدي انور استشاري الصحه النفسيه، الف شكر لحضرتك.